بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنستمع الآن لتلاوة آية كريمة من سورة الإسراء بطريقة الجمع، وهذه الطريقة من ابتكار الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وتسمى طريقة الجمع بالوقف أو جمع الماهر، وتكون باعتماد ترتيب الرواة بحسب ما ورد في الشاطبية والدرة والطيبة، فيبتدئ القارئ قراءته برواية قالون حتى يصل إلى موضع يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ثم يقرأ للراوي الذي يليه والأكثر موافقة له حتى يصل إلى موضع الوقف السابق، وهكذا وبنفس الطريقة حتى يقرأ لجميع القراء. والآن نشرع في جمع الآية الكريمة، ومن الله نستمد العون والتوفيق. يبدأ القارئ القراءة برواية قالون عن نافع، ويندرج معه أبو عمرو وعاصم. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقرأ بقراءة ابن عامر. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقرأ بقراءة الكسائي، ويندرج معه خلف العاشر. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ثم يقرأ بقراءة أبي جعفر المدني. وكل إنسان ألزمناه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقرأ بقراءة يعقوب الحضرمي. وكل إنسان ألزمناه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقرأ برواية خلف عن حمزة بترك السكت على المفصول. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ثم يقرأ برواية خلاد عن حمزة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
نخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ثم يقرأ بقراءة ابن كثير المكي: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقرأ برواية ورش عن نافع بفتح ذات الياء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقرأ برواية ورش بتقليل ذات الياء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يختم الآية برواية خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. صدق الله.